Et le casting. Allo Aslama. مرحبا. صح شريبتك. مرحبا. يعيشك معك مدير الانتاج في شركة طولوز الانتاج السمعي والبصري. مرحبا. نحن نعمل في كاستينج بحذية المخرج توا بدينا نكلم في الناس بالتليفون ما نعرفش استو انتريسي ولا. كاستينج شنو؟ نتاع مسلسل باش يتصور في تونس. دونك نعملوا في الكاستينج بالتليفون خاطر ماك تعرف كورونا دونك ما نجموش نتقابلوا في البيروات. اي استو انت انتريسي او نو؟ اي خطوطة. انا خدنا عارف مش عارف ليش عندك رمضان مسكين ولا مزروبه ظاهر فيك مزروبه هذا يتعدى جوست بعد رمضان ماك تعرف رمضان شنو هو تحياتنا لنوردو ما هو المسلسل ماهوش تونسي جيده معناها انت باش تمشي للعالميه ديريكت فهمت العالميه ديريكت بارك الله عليك دونك المسلسل سوري انت تفرجت في باب الحاره قبل ولا يا اهل المرور والعز والكرامه والطيب والنخور والشرف والشهامه تفرجت ابن عمي صحيت هاك عرفت شنو باش نعمل نحن انت ناوي باب الحاره تفرجت فيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه وصل 11 وصل 11 سيد المخرج وصل 11 لا مش معك لا ما عندكش دخل نحكي سامحني مش معك ما عندك حتى دخل نحكي مع المخرج وصل الجزء 11 اوكي نحن الجزء اللي باش يتصور منه بارتي في تونس في سيدي بوسعيد باش يصوروا الدوره نتاعك انت باش تكون بنت العائله هذيك اللي في باب الحاره هذيك عرفتك اللي عنده شلازم باش تمثل معاه انت بنته وهو يحب يعرس لك بولد عمك بالسيف وانت ما تحبش قلت لك انت تحب تعرس ولا ايه نحب نعرس لكن للاسف في المسلسل مش باش تعرس يا سيتو عليا مش نقعد ضبط حتى في المسلسل صحيت شوف الدور سهل برشا احنا باش ناخذه من وقتك دقيقتين باش المخرج يشوف الاداء نتاعك اوكي اوكي مش تعطيوني معناتها كيفاش نحكي ولا شو نحكي اكزاكتومون ولا لا شو احنا باش نعطيوك تيكست بيان سور وسيناريو وما نعرفش كانك انت متفاضي خاطر المسلسل باش ناخذ من وقتك 3 ايام تصوير نهار ب 500 دولار نهار 500 دولار يعني 1000 اي 1500 دولار في 3 ايام يعني فوتر باش تلقى روحك عندك بريسك 4 ملايين ونص 5 ملايين اما فما اشكاليه صغيره اللي هي خاطر ال 4 ملايين ونص ولا 5 ملايين باش تاخذ كان شطار علينا نحكي شطار على خاطر انا باش نقسم معاك شو انت تو خذيت الدور والفلوس ومعناها وتشردت تو معناها لا شوف انا المثل مثل معايا في الاخر لا ما وانا باش نعطيك الفرصه انا نجم نكلم غيرك راه كانك مش انتريسيت ونكلم واحد اخر مش مشكله مش مشكله ليه انتريسيت شنو ما نقسمش معاك هذا انا يعني كيفاش نخدم معناها اذا كان باش نعطيك دور باش نقسم معاك سينو خنكلم غيرك انا مش عارف مش مشكل كان نفهمو فيها حكاية الفلوس مش مشكل باهي شوف الدور سهل برشا انت ولد عمك يحب يعرسولك به بالسيف وانت ما تحبش على خاطر انت تحب واحد اخر ابضاي صحيح عمي توا باش تعطينا جملتين من الدور تخيل روحك انت واقفة قدام بو وهو قال لك الليلة باش يجي ياخذك بالسيف ولد عمك ابن عمك وانت ما تحبش على خاطرك تحب نوردو مش نوردو تحب الاخر ولد الحارة الاخرى سامحني شنو اللي يضحك فيك سامحني ما فهمتش رانا نحكيو سيريو حتى نحكي معك سيريو على الاخر دونك جرب انت اعطينا هكا تراها تخيل السيتواسيون واعطينا كيفاش باش تجاوب بو بدي انا ما فيش يتجاوز ما تحبه كمل صحيت المخرج الشيخ على ادائك كمل شقالك انت تولي بدي وانا عم بحكي معك هلا لبناني صحيت كمل محلاها باللبناني فزي انا بعرف بحكي كثير من يلا يلا تفضل اي اتونسيون الليله باش يجي يعرس بيك يلا اكسيون المشهد الثاني اكسيون الليله تتجوزي ابن عمك سمعتي ما بحبه جواز ما بعرف صحيح هو باش يقول لك علاش شنو هي المشكله بالسوري انت باش تقول له لا انا ما بحبه لا واش بتقول له انت اسمعني بحب حدا ثاني اسمعني انت باش تقول له ما نحبوش على خاطر تعرف علاش ولا على خاطر هو عنده مشكله لانه عنده مشكله شو هي المشكله لا هو يقول لك شو هي المشكله مش انت صحيح هو يقول لك شو هي المشكله باش تجاوبه انت باش تجاوبه انت هو انت بتجاوبه خاطر هو ماهوش ليه بشعره تحب انت كلي فيه شعر كيراتين وجو فهمت خاطر عندك واحد انت دبرته في لبنان فهمت الجو هذا هو يحب يعرفني بالزعم اقول له
مش عاجبني شعره. صحيت فوالا فوالا فوالا. فهمت الدور فهمت الدور. تري بيان تري بيان. يلا جاوبوا جاوبوا وابكي جاوبوا وابكي. انا ما بحب الجواز لانه شعره مو ناعم. لا ما وراه. أما البكية ماهيش لبنانية برشا. حسيتها البكية مش لبنانية. أعطينا البكية. صحيح. لا لا نحبوا بكية لبنانية. ترى ابكي بكية لبنانية. يلا بكية لبنانية. أوكي شبهك. رحمك الله. عطست ولا شنو؟ عم ببكي. صحيح عم ببكي. حلوة حلوة حلوة. ابكي ابكي. ليه ليه راك قاعده تضحك؟ قلت لك ابكي تضحك تو نورمال. خاطر نقول لك ابكي وانت تقول لي اضحك. شنو الحاله ذي؟ شنو الحاله؟ مسيحك. شنو هي الحاله؟ نقول لك ابكي وانت تضحك. مسيحك مسيحك. اسمعني اسمعني مسيحك. انا نقول لك اضحك وانت تبكي. نقول لك ابكي وانت تضحك. ايه والمخرج بحذايا يسمع نورمال. مش مثلت. مش عندك ما مثلت دقيقتين اللي عملتهم معي في التليفون وليت مثلت. اسمع اسمعك يا ولدي دار ما تحكي معك. اسمعني اسمعني بحذايا المخرج وتغشش باش يطردني. معناها شنو قلت لك؟ انا مش نعرف شكون المخرج تاعها. المخرج السوري ما تعرفوش؟ ما نعرفش. امبوسيبل. عطيتني اسمه. امبوسيبل استاذ محمد. استاذ محمد ويسمع فيك وتبرلور وتقول ما نعرفوش زادة. ابكي ابكي ابكي. شكون لبناني؟ هيك لبناني. صحيح لبناني. اسمع هذه اسمع هذه اسمعها محليا. شو الكاستينج؟ الكاستينج